هنعمل كب كيك الجزر لطيف جدا 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 وان شاء الله هيعجبكم قوي. اول حاجه هنعمل كوب من الجزر المبشور، واحد وربع كوب من الدقيق الابيض المنخول، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، 2 بيضه، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، ربع كوب من السكر البني، 3 ارباع معلقه من القرفه، كوب من السكر يكون حبيباته ناعمه، ربع معلقه صغيره من جوزه الطيب المطحونه، رشه ملح ناعم، نص معلقه صغيره فانيليا او باكت فانيليا من الصغيرين دول لكل بيضه، 3 ارباع كوب من الزيت، وفي ايه؟ والفروستنج هنستخدم له فانيليا، 3 ارباع كوب من السكر البودره المنخول، ربع كوب من الزبده في درجه حراره الغرفه ودي ملحوظه مهمه، كوب جبنه كريمي بدون ملح بدون طعم برده في درجه حراره الغرفه. طاسه يا فندم على النار لو سمحت. بعد اذن حضرتك. معلقتين جزر مبشور. سكر. معلقتين سكر. نص كوب ميه سخنه. واتركوه في سلام. ممكن على فكره كمان بدل الفانيليا تحطوا بشر برتقان بتبقى حلوه قوي قوي مع كيكه الجزر. اوكي نتركها في سلام ونيجي هنا. هنعمل ايه هنا بقى؟ هنحط البيض مع الفانيليا. البيض مع الفانيليا مع السكر. بيض وفانيليا وسكر ابيض وسكر بني كلهم مع بعض ونضرب. واحنا بنضرب لما بس يمتزجوا الاول كويس قوي يعني هنزل الزيت وانا بضرب. هجيب بولة هحط فيها الجزر، الدقيق، بيكنج باودر، بيكنج صودا، ملح، قرفة، جوزة الطيب. هقلب كويس قوي 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 وبعدين انزل ده كل ده هنا وبعدين ابتدي اقلب بالسباتيلا كده. وبعدين درجة حرارة الفرن 180 شغال قبلها بتلت ساعة على 180 مش أعلى ولا أقل. الرف اللي في النص هياخد من نص ساعة لساعة إلا ربع هيطلع يتغطى بفوطة مطبخ نظيفة ومش مبلولة بعد ما نتأكد طبعا بخلة السنان من النص إنه مفيش عجين. وبعدين تقدروا انكم بقى تحطوه في علبه في التلاجة او في علبه في الفريزر وتستخدموه وقت اللزوم، تستخدموه في اللانش بوكس زي ما انتم عايزين. هاخد الصينيه هنا حاطين فيها ورق الكب كيك او تدهنوها بالدقيق والزيت. اي زيادات هشيلها وهنضف قبل ما ادخل الفرن. ندخلها هنا. انا هتابعها يعني بس انتوا هتدخلوها في الرف اللي في النص. نبتدي بقى ناخد هنا الزبده ولازم الزبده تكون في درجه حراره الغرفه. لازم 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 اهو لازم وما تكونش مملحه. نضرب الزبده الاول. حط الفانيليا. ننزل بالجبنه الكريمي وبرده لازم تكون في درجه حراره الغرفه. اكيد مفيش ملح، اكيد مش مطبوخه، اكيد مش جبنه كوبايات، اكيد مفيش طعم. سكر بودره ولازم يكون منخول. لازم يكون منخول.
ممكن تحطوه في كيس حلواني وممكن تقوموا جايبين ظهر معلقه الكب كيك بعد ما يطلع ويبرد، تاخدوا ظهر المعلقه وبتبتدوا تحطوا الفروستنج او تحطوه في كيس حلواني براحتكم. لازم طبعا الكب كيك يكون بارد، ممكن تحطوا بقى على وشه شويه قرفه وجوز الطيب، او ممكن بعد ما الجزر اللي احنا بنسكره على النار ده يبرد تحطوه على الوش. طبعا في ناس كمان شاطره بتعمل الجزر بعجينه السكر وتحطه عليه برده تمام. في كمان محلات مستلزمات حلواني بيعملوا الجزر ده وبيبيعوه جاهز، فتقدروا برده تحطوه على الوش لو ما بتعرفوش تشتغلوا بعجينه السكر. يعني الدنيا سهله وبسيطه. تعالوا بقى بصوا الجزر اللي احنا سكرناه، بس طبعا طبعا يعني انتوا مش هتحطوه سخن اكيد، يعني انا مضطره عشان ما عنديش وقت، لكن انتوا هتسيبوه لحد ما يبرد. هاخده وهروح على الكب كيك اللي احنا حطينا على وشها الفروستنج، وهقوم مديه لكل واحده كده نقطه من الجزر المكرمل اهو، او المسكر مش المكرمل الحقيقه. اسهل واسرع طريقه للتقديم، وتقدروا كمان تحطوا معاه بشر برتقال بيديله ريحه ونكهه حلوين جدا جدا جدا.